السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا اخوان كنت تواجدوا في ثلاثة ولاد حمدان دكالة كاينة واحد 5200 تقريبا ديال المساحة تيتري، كل مسيجة بليبوترين بالشبكة كما كتشوفوا من برا. مساحة هي هذه الإخوان، فيها البير، فيها الرخصة ديال الفيلا، الرخصة ديال الفيلا ولا بيسين والصور والشاطو. فيها البناء، وهذاك واحد الشيء ديال البناء راك تشوفوه، والبير راه محفورة الإخوان. بعيدة من جديدة 32 باش بعيدة من جديدة، و90 كيلومتر من كازا من الدار البيضاء، النواحي ديال ثلاثة ولاد حمدان الإخوان. تبارك الله راه كلها مربع، اللهم بارك. بالنسبة للوثائق الإخوان كلها محفظة تيتر فونسي. داخلة من الشانطي الإخوان بيضة، شي 400 متر باش داخلة من الشانطي. اللور ديال هاد البيت هذا، اللور ديالو هو هذا. شوف الجهة أخرى، الجهة الأمامية هي هادي. بالنسبة للثمن الإخوان مولاه كيقول 30 مليون قابل للنقاش. نذكركم الوثائق تيتر فونسي محفظة مريقلة بريقة تناضي اللهم بارك، ومحفور فيها البير، وعندها الرخصة ديال الفيلا ولا بيسين والصور والشاطو. كما قلت لكم بعيدة من الآخر، من الشانطي ب 400 متر بيادة. الشانطي هو ذاك الإخوان، والله يسر أمور الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشانطي الإخوان وادك. يلا السلام عليكم ورحمة الله أخوان.